السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم من قناتي على اليوتيوب يوميات عمدة المصريين في بتاية. كل سنة طيبين، تحياتي لكل الناس المشتركة عندي في القناة والناس اللي هتشوف الفيديو. طبعا أحمد الله رب العالمين، قلت إن أنا عامل القناة دي ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى وعشان الناس ما تتعبش. طبعا عشان ما نطولش عليكم في الفيديو، نظرا للرسائل اللي بيجيلي على الواتس أب، زي ما قلت أنا الواتس أب بتاعي 012-0509-1892، ده الرقم المصري. وبالنسبة للناس اللي بره، رقمي على الواتس أب +20-1205-09-1892. طبعا زي ما قلت، نظرا للأسئلة كتير والتليفونات اللي بتجيلي على الواتس أب، اتكلمت فيها كتير عن الإقامات، زي انك تاخد إقامة وتقعد في تايلاند، وكلمت عليها كلها. ولكن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ورضاكم، هتكلم عن كل إقامة لوحدها. طبعا يا جماعة، تايلاند دولة جميلة جدا، من الدول الجميلة في القارة الآسيوية. طبعا بالنسبة للإقامات، هنتكلم على كل إقامة لوحدها عشان الناس بتقول ما بناخدش بالنا والفيديو قصير. عشان تقعد في تايلاند ويبقى ليك إقامة في تايلاند، لازم لثلاث حاجات عشان يقعدوك في تايلاند. هنتكلم عن كل واحدة في فيديو. النهاردة هتكلم على أول واحدة عشان تحصل على إقامة تقعد في تايلاند، اللي هي فيزة إن أنت راجل تكون عشان تاخد فيزا إنك تقعد في تايلاند. قلنا ثلاث حاجات: أول شيء إنك تكون متجوز تايلاندية، تاني شيء إنك تكون صاحب شغل أو مشروع، ثالث شيء إنك تكون صاحب عقار أو أرض في تايلاند. هنتكلم على أول واحدة، وهي إنك هتفتح مشروع، اللي هي تكون معاك فيزا نون بي. علشان تقعد وتاخد إقامة عمل في تايلاند، لازم تكون تيجي من بلدك بفيزا نون بي. فيزا نون بي ما بتجيلكش إلا عن طريق حد يكون بعت لك من تايلاند، أوكي؟ اللي هي ورق وشركة، اني مثلا انا راجل عندي مشروع، بخلي المحامية بتاعتي بتبعت دعوة زيارة لشخص وتقول والله احنا عايزين ده، الشركة الفلانية في تايلاند عايزة الشخص ده تجربه 3 شهور، وبتعمل الورق وبتدفع الضرائب وكل حاجة وتمام التمام المطلوب هنا في تايلاند، وبتبعت الورق للشخص ده، بياخد الورق وبيطلع بيه على سفارة تايلاند في الدولة اللي هو فيها، وبيقدم لهم الورق وبيشوفوا الورق وبيشيكوا على الورق ويشوفوا الورق تمام، وتدفع الضرائب بتاعته في تايلاند وتمام والشركة مظبوطة والكلام ده كله هنا 3 أيام، والسفارة بتديله فيزا نون بي. بيجيب الفيزا النون بي وبيجي على المكان اللي هو بعت له اللي بعت له دعوة الزيارة، وهنا بيبقى معاه 3 شهور يشتغلهم، من حقه انه يشتغلهم في تايلاند للشركة اللي بعتها له او المطعم او المحل اللي بعته. قبل الفيزا النون بي ما تخلص بشهر، المحامية بتعمل له حاجة اسمها ورك بيرمان، اللي هي زي ما بنقول عقد عمل. كل اللي بيحصل ان هي طبعا بتقدم الاوراق بتاعته وبتقول ان الشركة موافقة على ده انه يشتغل فيها. بيجي الامجريشن بقى تقديم الاوراق كلها واوراقه مستوفاة من الخارجية التايلاندية ومن الامجريشن. هنا بيجي الامجريشن وبيصوروا، قلنا عشان تشغل حد واحد اجنبي لازم تشغل قصاده 4 تايلانديين، الواحد الاجنبي قصاده 4 تايلانديين عشان يبقى كلامي واضح وصريح. هنا بيجي الامجريشن وبيصور الشخص الاجنبي مع الـ4 تايلانديين اللي هيشتغلوا في نفس المكان، تمام. هنا بياخد فيزا نون بي، بياخد بيتعمل له ورك بيرمان ان هو شغال في المكان الفلاني، وكده بتتجدد سنويا. ده بالنسبة لفيزة العمل اللي هيشتغل وعايز يجي يشتغل. يبقى اللي يجي يشتغل ما يجيبش بعضه ويجي من بلده على تايلاند بتأشيرة سياحة ويقول ده انا هروح الاقي شغل ويحولها لي. الكلام ده ممنوع في تايلاند، ما فيش الكلام ده، اتلغى. فيزة السياحة ما بتتحولش الى عمل، لازم تكون جاي من دولتك بفيزا نون بي، تقوم الفيزا النون بي تتحول لعمل. لكن تيجي فيزا سياحية مش هيوافقوا وهتضطر ترجع تاني برا. والفيزا النون بي، هعيد الكلام بسرعة تاني، لازم تكون مطعم، محل، اي محل، واي محل لازم يكون للشركة، تمام. دي هتكلم فيه في الفيديو اللي بعد. انا مثلا راجل صاحب مشروع، غيري صاحب مشروع بيبعت
بيقول للمحامية بتاعته ادي صورة الجواز بتاع الشخص ده ويعملي له دعوة زيارة انه يجي يشتغل عندي. هي بتاخد الفلوس والاجراءات، بتعمل الاجراءات وبتدفع الضرائب وبتدفع الرسوم وبتجهز له الورق المطلوب، وهنا بتجيب كوبي من الورق المطلوب اللي هو اتعمل له الضرائب والتأمينات وكل حاجة، وبتبعته له في الدولة اللي هو فيها بريد سريع، او ان كان حد موجود موثوق فيه بتديله الورق بينزل يسلمه له. هنا بياخد الورق ده وبيطلع على السفارة التايلندية في دولته بيقول لهم والله انا جاي لي دعوة زيارة من تايلاند، هشتغل في المكان الفلاني، وادي الورق. هنا بياخدوا السفارة التايلندية بكل احترام، انا رحت وغيري راح، السفارة التايلندية في كل دولة محترمين جدا جدا وبيعاملونا بكل احترام. هنا بياخدوا منك الورق اللي جاي لك من تايلاند وبيقولوا لك 3 ايام والجنة. هنا بيشيكوا على دعوة الزيارة وعلى الورق، طبعا مش ورق اتنين، ده انت بيجي لك شوية ورق قد ايدي كده، تمام، كلهم من جهات مختلفة. بياخدوا منك في السفارة التايلندية في الدولة اللي انت فيها الورق ويشيكوا عليه خلال الثلاث ايام ويشوفوا ان هو مظبوط وضرايبك مدفوعه هناك في تايلاند وانت رايح فين حته وهتشتغل عند مين والشركه دي وهميه ولا الشركه دي مظبوطه. وساعتها بتروح الثالث يوم فعلا بيلاقوا ورقك مظبوط وتمام التمام، بيدوك على الجواز حاجه اسمها فيزا نون بي. بتاخد الفيزا النون بي وبتطلع على المطار تركب، يسالك الضابط طبعا رايح ليه، بتقول له والله انا جاي لي فيزا نون بي، ليا فيزا عمل، بيشوف الفيزا لها مظبوطه، بتتكل على الله وبتيجي على تايلاند، بتيجي على المكان اللي هو باعت لك. هنا الفيزا النون بي من حقك تشتغل بيها 3 اشهر في المكان اللي بعيد لك. طبعا خلال الثلاث اشهر تشتغل، ممكن تشتغل شهرين، قبل الثلاث اشهر ما يخلصوا بشهر هنا المحامية صاحب المكان اللي انت جاي عليه بتاخد منك الجواز وبتبدأ تجري لك في الاجراءات وبتدفع الرسوم وبتقول ان الشركة الفلانية جابت الراجل ده شغلته وجربته شهرين ويصلح معانا للعمل، بس عايزين نعمل له كارت عمل اللي هو ويرك بيرمان. هنا بيجوا يصوروك في المكان، وقلنا لازم يكون على كل واحد اجنبي بيتعين قصاده 4 تايلانديين، ده قانون يا جماعة، تمام. هنا بيجوا يصوروا الشخص ده مع الـ4 تايلانديين اللي هيشتغلوا معايا في نفس المكان، وهنا وبيثبتوا ان ده شغال في المكان الفلاني وتمام التمام. هنا خلاص بتخلص، بياخد فيزا سنوية إقامة، كارت عمل أو عقد عمل سنة، بيجدد كل سنة وبتدفع الرسوم وبيتجدد. وده بالنسبة للناس اللي تيجي عشان عايزة كارت عمل. واحد يقول لي طب أنا هاجي بتأشيرة سياحة، لا مفيش تأشيرة سياحة، ما بتتحولش في تايلاند لعمل، لازم تكون داخل البلد بفيزا نون بي. يعني أي حد يجي من بلد وما يجليش بفيزا سياحية ولا سنة أروح أدور على شغل في تايلاند، ده كلام فارغ وكلام مش مظبوط واللي لكم ده بيضحك عليه. لازم يكون حد هنا بعيد لك من تايلاند دعوة زيارة. ده بالنسبة لأول فيزا اتكلمنا عليها اللي هي إزاي تيجي تشتغل في تايلاند وإزاي يبقى لك فيزا. لا تنسوا الاشتراك في القناة بتاعتي يوميات عمدة المصريين في بتايا. كان لكم سيد العمدة من بتايا، وكل عام وأنتم بخير.